أول حاجة كان بغي نتأسف، وكان بغي نقول كان اعتذر للجماهير المغربية على التصرف اللي صدر منه في مقابلة الهجوم الملكي، ومن طون اعتذرت للاعب ودويت معه التليفون. كما كتعرف كيكون بعد نوبات كرة القدم فيها في هاد الحوايج، ولكن سانونفيش با الواحد يدير في هاد الحوايج. دونك كنعتذر من الجماهير المغربية والجماهير الجزائرية. ودونك بالنسبة للمقابلة، المقابلة ما كانتش سهلة، الحمد لله كنا عارفين كو زعما الماتش ما يكون سهل، والحمد لله حقنا 3 نقاط باش نبقاو غاديين في الصدارة ديالنا. وبالنسبة لكأس العالم غنفكرو فيه إن شاء الله من سهل ولا ما نتعشى. كما قلت لك بلي دابا حنا التركيز الكبير عندنا هو المقابله ديال الشامبيونه، وداك الساعه فاش جاو كاس المونديال يطور كذا ان شاء الله. غير التقييم ديالو على الخصم ديالو لا كوب دي مون دي كلوب، راه كتعرف بلي كيكونوا جميع الفرق اللي مشاركه في لا كوب دي تيكونوا اعلى مستوى. حنا اللي علينا هو فاش يجي الوقيته ديال لا كوب دي مون نكونوا متفوقين ان شاء الله وماكس ونفرقوا الجمهور ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.